بطلب منك طلب زعيم. ايه انت بتأمري امر امرها مو بتطلبي طلب. بدي تخبر الست الوالدة ومرتك واختك مريم بكره يجوا لعندي الصبح ونكسر السفرة سوا. ايوه يعني في شيء غير كسر السفرة ولا كسر سفرة؟ لا ايوه شو بده يكون في؟ يعني انا لقيتها مو مرتاحت لي وما لنا اخذين وجع على بعض، قلت بتجي بنتعرف على بعض اكثر. اذا هيك وجب يا خانم. بكره بخليها لمرتي تيجي لعندكم وبصر معي كمان. لا ايوه ما بدي يجيب الاجباري عنا. لا مو على كيفها، بدها تجي يعني بدها تجي. بتشكرك كثير. ما في داعي تتشكريني. بس لازم من هلا نعرف كيف بدنا نرتب امورنا ونعيش ببيت واحد. عن إذنك. الله معك.